استيقظ سكان زنقة مدغشقر بمنطقة محيط بالرباط صباح أمس الأحد 1 غشت 2021 على وقع جريمة شنعاء هزت أرجاء الحي بعدما تم العثور على شخصين مذبوحين بطريقة وحشية ومؤلمة. وحسب ما أوردته جريدة أخبارنا بحسب شهود عيان من طبيعة الحال فإن الغموض لا يزال يلف الجريمة لحدود الساعة إذ أن الأبحاث الأمنية متواصلة لحل خيوط هذه القضية في انتظار التوصل بتقرير المسح التي قامت به الشرطة العلمية والتقنية لمسرح الجريمة. ذات المصادر أكدت أن الأمر يتعلق بجريمة ذبح من الوريد إلى الوريد مما أدى إلى استنفار المصالح الأمنية والسلطات المحلية حيث جرى نقل الجثتين إلى مستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي لعله يقدم معطيات إضافية تساعد للوصول إلى الجنات أو إلى الجاني. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.